بتكلفة تجاوزت 100 مليون ريال وعلى مساحة 70,000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تتجاوز 4,000 مضية. اكتمل تجهيز مستشفى سلام البيطري شرقي مدينة بريدة، الذي يعد هو الأكبر على مستوى العالم. بدأت فكرة إنشاء المشروع من دعوة الشيخ فهد بن حذلين لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في المستشفيات البيطرية المتخصصة كمستشفيات الإبل، وسيرفع الخدمات البيطرية المقدمة، وسيساهم في تحسين الثروة الحيوانية. 4 أقسام علاجية بعيادة متخصصة، و5 معامل مركزية مجهزة بكوادر بيطرية، وقسم متخصص لنقل الأجنة وعلاج العقم، بالإضافة إلى مركز أبحاث العمل على تحسين وحفظ السلالات، هي أبرز ما يحتوي هذا الصرح الطبي البيطري. لدينا ولله الحمد في المستشفى عدد من الأقسام النوعية التي تقدم ولأول مرة على مستوى العالم، منها القسم العلاجي كعيادات الباطنة والأمراض المزمنة، عيادات الباطنة والأمراض المعدية، وأيضا عيادات متخصصة في الجراحة، ووحدة الأشعة والمناظير، وأيضا وحدة للملاحظة والعناية المركزة. كما يوجد لدينا مركز أبحاث مختص بدراسة وأبحاث التلقيح الصناعي، وأيضا مسببات الأمراض وكيفية الوقاية منها. المستشفى منتهي ولله الحمد بشكل كامل، وتم أيضا استقطاب عدد من الكوادر المهنية المتخصصة من جميع دول العالم، وسيرى النور بإذن الله بعد زوال هذه الجائحة العالمية. ما كان حلما بالأمس أصبح واقعا اليوم. أقف الآن على آخر الاستعدادات لافتتاح أكبر وأحدث مستشفى للإبل في العالم، يقدم خدمات بيطرية بتقنيات حديثة لخدمة ملاك الإبل من داخل المملكة وخارجها. للأخبارية يوسف الحميد، القصيم.